بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أبنائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في إحدى دروس منهج الرياضيات، الدرس الثاني في الوحدة الرابعة. خدنا الدرس الأول أنواع البيانات الإحصائية، وعرفنا أن في نوعين، بيانات وصفية وبيانات كمية، وكان في مفهومين كمان في منتهى الأهمية، استمارة البيانات وقاعدة البيانات. يا رب تكونوا حافظين الأربع مفاهيم عشان بيجوا في الامتحان. درسنا اسمه إيه؟ تجميع البيانات الإحصائية بس الوصفية. طب هنعتمد على إيه؟ مثلا بيجيب لي فصل، الفصل ده مثلا في 36 تلميذ وعرضوا هواياتهم، اللي بيحب الموسيقى، اللي بيحب العزف، اللي بيحب القراءة، اللي بيحب الرسم، اللي بيحب التمثيل. أنا همسك ورقة واكتب اسم كل تلميذ واكتب الهواية اللي بيحبها، وبعد ما بخلص بعمل حصر وتجميع لمين؟ للصفات والهوايات اللي حبها التلاميذ، ونعرف الرسم كم تلميذ بيحبه، الموسيقى كم تلميذ بيحبها، العزف كم تلميذ بيحبه، التمثيل، الرسم، القراءة، وهكذا. ونقوم عاملينها في جدول، الجدول ده اسمه جدول ايه؟ جدول تفريغ البيانات. طب بيشتمل على ايه؟ الهواية والعلامات. العلامات دي عبارة عن حزم بتمثل العدد بتاع التلاميذ، وجنب العلامة العدد الفعلي ترجمة ليها. بعد ما بنخلص جدول التفريغ هنعمله جدول أفقي اسمه جدول ايه؟ جدول التوزيع التكراري. طب ده بيتعمل ازاي وده بيتعمل ازاي؟ تعال للمسائل ونحل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد بإذن الله النهاردة الدرس الثاني في الوحدة الرابعة، واللي اسمه تجميع البيانات الإحصائية الوصفية. واوعك تكون ناسي ان احنا خدنا البيانات نوعين، بيانات ايه وبيانات ايه؟ بيانات وصفية وكمية. معانا النهاردة ازاي نجمع البيانات الوصفية. الحالة الاولى واول مثال معانا بيقول لي فكر وناقش. يلا المثال الاول، فصل به 36 تلميذ، مالهم؟ طلب منهم رائد الفصل ان هم يكتبوا مين الهواية اللي بيفضلها كل منهم، وعرضوا عليهم كم هواية؟ 5 هوايات، وقالوا كل واحد يكتب في ورقة الهواية بتاعته اللي بيحبها ويختارها من بين الخمس هوايات ويدينا ورقة بيهم. طب مين هم الخمس هوايات؟ اول هواية الغناء، والتانية الرسم، التالتة التمثيل، الرابعة القراءة، الخامسة العزف. طب ليه؟ قالك عشان هننظم مسابقة للهوايات دي. طب يلا ادونا البيانات بتاعكم يا تلاميذ الفصل. التلاميذ عددهم 36 تلميذ، الهوايات 5 هوايات، تعالوا مع بعض نشوف اختياراتهم وصلت لفين. هنيجي نبص نلاقي قدامنا الولد الاولاني اختار الرسم، الولد التاني اختار القراءة، ولد اختار العزف، بنت اختارت الغناء، التمثيل، وهكذا. هنيجي نبص نعمل تجميع هنلاقي معانا كام هواية؟ هنلاقي في الاخر معانا يا ولاد 36 مين؟ هواية مختارة، 36 هواية تم اختيارها من قبل مين؟ من قبل التلاميذ. طب ايه هما الهوايات اللي كنا متفقين على ان التلاميذ يختاروا منهم؟ كان عندنا الغناء، ادي الهواية الاولى، وعندنا الرسم، وعندنا التمثيل، وعندنا القراءة، وعندنا العزف. كده انا جهزت لك مين؟ الخمس هوايات. طب تيجي نعمل بيهم حصر. نعمل حصر ازاي؟ يلا نشوف. كل ما نيجي هنعد مثلا الغناء، هعلمك واحدة او اتنين واسيبك انت تكمل معايا بعد كده في الشريحة. عايز اعرف كم تلميذ بيحب الغناء من الشريحة اللي موجودة قدامنا. هنعمل ايه؟ هنمشي بالدور كده، رسم، قراءة، عزف، غناء. لقينا الغناء نقوم شاطبين عليه، ونيجي هنا ونقوم عاملين شرطة، يبقى ده ولد اختار. تعال نكمل الغناء الغناء الغناء، ادور اهو، يبقى نعمل كده ونقول دي مين، نعمل شرطة جنبها يبقى دي التانية. كمل في غناء هنا، لا انزل السطر اللي بعده، ادي التالتة، نقوم عاملين كده التالتة.
كمل في غناء هنا؟ لا، ننزل للسطر اللي بعده اهي، يبقى دي مين؟ دي الرابعة. كمل في غناء هنا؟ لا، انزل في غناء اهي. كام؟ الخمسة. يبقى نشطب عليها ونعمل ايه في الخمسة؟ نعمل كده. ايش معنى اللي انا عملته ده؟ اسمه حزمة. اسمه ايه شطار؟ حزمة. طب بتتعمل ازاي الحزمة؟ بتتعمل من خمس شرط. طب بتكونها ازاي؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، والخمسة تعمل عليها كده. اتفقنا؟ اتفقنا. طب هتيجي لمين؟ هتيجي للرسم. هتعد الرسم هيطلعوا كام؟ هسيبك انت تعدهم ورايا وتقول لي انا عد صحيح ولا خطأ. هتعد الرسم هيطلعوا عشرة. طب يتعملوا ازاي؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، واقفل الحزمة الخمسة. طب يا مستر دول عشرة. واحد اتنين تلاتة اربعة ودي الخمسة، يبقى كده كام؟ عشرة. يبقى الغناء عدناهم طلعوا كام؟ طلعوا خمسة. طب الرسم طلعوا كام؟ طلعوا عشرة. طب التمثيل انا عديدهم وهسيبك تعد ورايا، طلعوا كام؟ طلعوا سبعة. طلعوا سبعة. طب نعملهم ازاي؟ واحد اتنين تلاتة اربعة ونقفل الحزمة. يا مستر فضل اتنين. واحد اتنين خدت السبعة بتوعك. طب القراءة هتعدهم؟ هيطلعوا تمانية. طب نعملهم ازاي؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، قفلت الحزمة بخمسة، فضلك تلاتة. واحد اتنين تلاتة. طب نيجي للعزف. العزف هتعدوا يطلعوا كام؟ يطلعوا ستة. طب يتعملوا ازاي؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، واقفل الحزمة وادي الستة. اللي فوق ده شغل الحزم واللي تحت شغل الارقام. طب يا ترى ليهم اسم؟ ايوة ليهم اسم. الحزم دي اسمها ايه؟ اسمها العلامات. والاعداد اللي تحت اسمها التكرارات. طب انا هعملكم كده يا مستر ولا ليهم جدول؟ برافو عليك، تسلم ايديك، ليهم جدول وهيجيلك في الشريحة الجاية. اسمه ايه يا ولاد الجدول؟ اسمه جدول التفريغ التكراري. اسمه ايه؟ جدول التفريغ التكراري. طب بيتعمل من كام خانة؟ تلات خانات. قولوا معايا، اول خانة الهواية، تاني خانة العلامات، تالت خانة التكرارات. طب الهوايات كانت مين؟ الغناء، الرسم، التمثيل، القراءة، العزف. طب العد اللي احنا عديناه الغناء كان كام؟ خمسة. وادي الحزمة بتاعته، وادي هنا الرقم باللغة العربية خمسة. طب الرسم طلعوا عشرة. عملناهم ازاي؟ عملناهم حزمة بخمسة وحزمة بخمسة، والاجمالي عشرة. طب التمثيل كانوا سبعة، حزمة بخمسة وكمان اتنين والمجموع سبعة. طب القراءة عديناهم طلعوا تمانية، حزمة بخمسة وكمان تلاتة يبقوا تمانية. طب العزف عديناهم طلعوا ستة، حزمة بخمسة وواحد لوحده والإجمالي ستة. طب يا مستر عايز أتأكد حل صح ولا غلط، بنعمل خانة المجموع. حد فاكر كان عدد التلاميذ كام؟ أيوة كان عمه قايل لي في البداية 36. أقول لك اجمع التكرارات دي، لو طلع 36 يبقى أنت حلك صح والحمد لله. طلعوا كام؟ طلعوا 36. يبقى الإجابة صحيحة وإجابة سليمة. طب الجدول ده اسمه ايه؟ جدول التفريغ التكراري. طب في جدول تاني مطلوب؟ ايوة. اسمه ايه؟ اسمه جدول التوزيع التكراري. طب بيتعمل ازاي يا مستر؟ جدول سهل وجميل، بيتعمل افقي. فاكر الجدول السابق؟ ايوة. كان في تلات اماكن، مكان للهواية، ومكان للعلامة، ومكان لمين؟ للعدد والتكرارات. جدول التوزيع التكراري بقى يا شطار بيتعمل بس على نظافة. يعني ايه على نظافة؟ من غير العلامات، بنعمله بشكل افقي. هنا مين؟ الهواية. وفي الخانة التانية اللي كانت التكرارات نكتب عدد التلاميذ. الغناء عددهم خمسة، الرسم اكتب عشرة، التمثيل سبعة، القراءة تمانية، العزف ستة، المجموع ستة وتلاتين. يبقى كده جدول لمين؟ للتوزيع التكراري. عملنا جدولين، جدول تفريغ وجدول توزيع. التفريغ بالعلامات والتكرارات، التوزيع بالتكرارات بدون العلامات.
تعالوا لتدريب تاني. بقولنا عملنا حصر لعدد الأفدنة المزروعة بأنواع من الفواكه في إحدى محافظات مصر، وجايب لي جدول مكون من 3 أماكن، نوع الفاكهة والعلامات، وعايزنا نكمل التكرارات. أول نوع من الفاكهة الجميلة المصرية البرتقال، تاني نوع الجوافة، تالت نوع الموز، رابع نوع العنب، وعامل لي عمه العلامات بالحزم والشرط الفردانية، وبيقول لي كمل انت التكرارات. ادي حزمة بخمسة، وحزمة بخمسة، وحزمة مقفولة بخمسة، خمسة في تلاتة بخمستاشر، وكمان مين وكمان تلاتة يبقى التكرار 18. نيجي للجوافة، حزمة بخمسة وحزمة بخمسة وحزمة باتنين، خمسة وخمسة عشرة، وكمان اتنين 12. نيجي للموز، حزمة اتنين تلاتة اربعة خمسة، مكتملين خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، يبقى عدد الافدنة للموز 25. نيجي لمين؟ للعنب، حزمة بخمسة وحزمة بخمسة وكمان حزمة بخمسة، يبقى خمسة في تلاتة بكام؟ بخمستاشر. يبقى هنا الإجمالي بتاع أنواع الفواكه، أدي 18 و12 هنجمعهم يطلع 30، ودي 40، يبقى 70 فدان. ده الإجمالي لمين؟ لأنواع الفواكه المختلفة المزروعة في محافظات مصر، بعد ما عملوا مين؟ حصر العدد الأفدنة المزروعة. جدول اسمه جدول مين؟ اسمه جدول التفريغ التكراري. طب ليه سميناه التفريغ؟ لاني بفرغ فيه بواسطة مين؟ بواسطة الحزم. واشتمل على كم عنصر؟ على عنصرين، على العلامات وعلى التكرارات. نيجي للجدول اللي بعده، مين هو؟ بيقول لي امامك تقديرات لنتائج 40 طالب، فين؟ في مادة اللغة العربية. طب فيها كم تقدير؟ فيها 4 تقديرات، في اللي جاب مقبول ومستواه مقبول ومتوسط، وفي اللي اعلى شوية وجايب جيد، وفي الافضل منه وجايب جيد جدا، وفي الممتاز واللي جايب امتياز وممتاز. عايز ايه يا عمو مني؟ قال لي من فضلك كون لي جدولين، جدول اسمه جدول التفريغ، وبعد كده جدول تاني اسمه جدول التوزيع. ومش بس كده، جاوب لي على الاسئلة دي. اقول له حاضر، احنا عندنا 4 تقديرات، مين هم التقديرات اللي موجودة؟ تقدير المقبول، وتقدير الجيد، وتقدير الجيد جدا، الافضل شوية، وتقدير مين؟ وتقدير الممتاز. وعايزين نعمل لهم جدول مين؟ جدول تفريغ وجدول توزيع. ومش بس كده، ونجاوب على الاسئلة المطلوبة. فين الاجابة يا مستر؟ تعال معايا لشريحة تانية. انا عامل لك جدول مكون من كم خانة؟ من 3 خانات، هنا التقدير، وهنا العلامات، وهنا التكرارات. طب فين التقديرات اللي ظهرت في الشريحة السابقة؟ تقدير المقبول للولاد المتوسطين، والافضل تقدير الجيد، والافضل بشوية جيد جدا، والمتميزين تقدير ممتاز، وهنا هنعمل المجموع بتاعنا. طب يلا نعمل العلامات. طب هنعملها ازاي من غير ما تعد؟ افتح كتاب المدرسة وشوف المثال ده معايا وعد معايا. يلا عد وشوف عدك مطابق لعدي ولا لا. عدينا المقبول طلعوا 9. طب في العلامات بنعملها بالحزم ازاي؟ كل حزمة مكونة من 5، 1 2 3 4، واقفل بالخمسة. طب فاضل الأربعة، 1 2 3 4، عد 5 و4 9. نيجي لتقدير الجيد، هتعد يطلعوا 14، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، كده 10، وادي الأربعة الفرداني، يبقى الإجمالي 14. نيجي للجيد جدا، هتعد يطلعوا 11، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، ادي 10 وادي واحدة، يبقى الإجمالي كام؟ 11. نيجي للممتاز، هتعد يطلع 6، 1 2 3 4، وادي 5، وادي 6، وادي العدد بالستة.
هنيجي بعد كده نشوف المجموع، هنعد هيطلعوا لي كام تلميذ، هيطلعوا لي 40 تلميذ. يبقى انا اجابتي سليمه وجدولي سليم. ليه؟ لانه في البدايه ذكر لي ان عدد التلاميذ 40 تلميذ. اتاكد واجمع وراجع العلامات والتكرارات. هنيجي نجاوب بقى على السؤال الاخير اللي بيسالني فيه، ما هي اكثر التقديرات شيوعا، يعني اكبرها، من اكبر تقدير جابوا التلاميذ. اكبر تقدير جابوا التلاميذ هو تقدير مين؟ عديت وشفت من الجدول السابق، ايوه، هو تقدير مين يا شطار؟ هو تقدير جيد. ليه؟ لان عدد التلاميذ اللي جابوه كانوا كام تلميذ؟ 14 تلميذ، وده اكبر عدد تم تحقيقه في التقدير. نجي للسؤال اللي بعده، ما هي أقل التقديرات شيوعا بين التلاميذ؟ أقل التقديرات إجت هو تقدير مين؟ هو تقدير ممتاز، وطبعا ده تقدير عزيز، وما يجيبوش إلا التلميذ الجميل المتميز. وكان عددهم كام؟ كان عددهم 6 تلاميذ فقط من 40 تلميذ. آخر سؤال بيقول لي، بما تنصح التلاميذ في تلك المرحلة المهمة؟ أقول له ننصحهم بمين؟ ننصحهم بالاهتمام بالمذاكرة والتحصيل. دي نصيحة مهمة جدا، الاهتمام بالمذاكرة والتحصيل الجيد، عشان طبعا يحقق أعلى الدرجات. ويا رب يا أولاد يكون الدرس سهل وجميل عليكم بإذن الله. درس مين؟ تجميع البيانات الإحصائية الوصفية، وإحنا في انتظار درس تجميع البيانات الإحصائية الكمية. كده الحمد لله يا أولاد خلصت حلقتنا ودرسنا الثاني في الوحدة الرابعة، وحدة الإحصاء، درس تجميع البيانات الوصفية، وله درس توأمه بس على الأرقام على الأعداد. الدرس القادم بإذن الله اسمه تجميع البيانات الكمية. يا رب يا أولاد حلقة النهاردة تكون سهلة وبسيطة، وعرفنا فيها نعمل الجداول، جدول التفريغ التكراري وجدول التوزيع التكراري. وعايزك تحل بإيدك عشان ننتظر حلقة تمثيل البيانات بالمنحنى التكراري. ولو عجبتك الحلقة لايك وشير وسبسكرايب لقناة السكولة، واشوفك على خير بإذن الله.